بكم على شاشة الميادين في أولى حلقات مترو الخاصة بشهر رمضان الكريم، نبدأها من دمشق. الأزمة والعنف والإرهاب لخمس سنوات لم تمنع الدراما من التقدم المستمر في مساحة الإنتاجات العربية التي نضيء عليها في مترو خلال شهر رمضان المبارك. أهلا بكم. نحن هلأ بالسيارة متجهين لموقع تصوير مسلسل خاتون بريف دمشق. أستاذ تامر، مسلسل خاتون هو مسلسل بيئة أم أكثر من نوع درامي تحت عمل واحد؟ يعني إذا بدك فيك تقولي عنه عمل بيئة شامية، واللي أنا دائماً مصر أنه هي نغير هي الفكرة أنه هو عمل بيئة شامية. هو عمل خلينا نقول عنه فانتازيا شامية. دائماً بقول أنه تاريخ دمشق هو أهم بكتير من كل هذا الحكي اللي إحنا عم نساوي، يعني ممكن انه يعني جيراني تقاتلوا مشان شغله كثير سخيفه ونعمل منها قصه ونروح حلقتين منها وكذا. حقيقه هذا النوع من الاعمال يلي هن مثل حكايه جدات خليليه. خاتون بتميز بهي القصه انه الكاميرا طلعت من هذا الجو، طلعت من جو الحاره اللي نحن دائما نشوفها بهي الاعمال اللي هي الحاره والخضرجي والفرن والى اخره والبيوت الشاميه. خاتون لا، طلع برات هي القصص، طلع على الجبل، طلع على المغر مثل ما انك شايف انت هون، لانه روح في شيء تاريخي اذا بدك. بس في كثير اصوات اليوم انه بعض المسلسلات البيئه تخون الواقع وتخون الماضي، صحيح؟ طبعا، يعني هذا اللي عم اقول لك اياه، لانه تاريخ دمشق اهم واعرق من هذا الحكي كله. تاريخ دمشق نحن فتحت المجتمع طبعا الشامي. يعني هلا عم نشتغل نحن 1922، يعني الاحتلال الفرنسي صار له كم سنه. طيب بهداك الوقت يعني على مستوى المرأة السورية كان فعالة وكان لها شأن، يعني لهيك اسمه خاتون، اسم امرأة يعني البطلة، ايه اللي هي الامرأة الأصيلة، يعني خاتون هو الامرأة الأصيلة. خاتون أو كندا، اسمك أو شخصيتك هي اسم المسلسل، قديه حملك مسؤولية هذا الشيء؟ أكيد بيحمل مسؤولية كتير كبيرة، مثل أي عمل بدخل عليه إن كانت شخصية صغيرة أو كبيرة بتحمل نفس المسؤولية، لأطلع صح للناس تتابعني وتشوفني صح وتآمن بوجودي كممثلة كفنانة بتعبر عن رسالة معينة. الناس رح يتعاطفوا مع خاتون؟ إيه أكيد. شو؟ نوزة قايلة لأبي إنك كنت تشوفني بالخستخانة؟ ويا مصيرتي ويا مصيرتي. روقي. وجودك بين نجوم كبار اليوم بفوتك بروح تنافس؟ لا بالعكس تماما، وجودي قدامهم بيعطيني حافز لكون صح، بيعطيني قوة، خاصة انتي واقفة قدام عمالقة لهم عمر بهاي المهنة، فإن كان خوف بيتوظف لصالحي لأدي أي شيء قدامهم بطريقة صحيحة، وخاصة أنه كل شيء قدامي من الناس الموجودين هن ناس معطائين، يعني بيعطوني من قلبهم. وأنا كنت دائماً أي مشهد كان قدام أستاذ سلوم أو المدام كريس أو ست سلافة يوسف الخال، كل هدول الناس أي مشهد بدي أقوم قدامه فيه لازم أكون حاضرة من جوا ومن برا، لحتى فكر فيهم قبل ما أفكر بأدائي، لحتى أنه أنا ما بدي أخرب لهم أي جملة ممكن بدهم يقولوها، فلازم أنا أكون كتير صح. فهذا الخوف اللي كنت خافه كان كتير يتوظف صح ليطلع المشهد بيرفكت. لازم نهرب من البيت قبل ما تصير له شيء كاينة. نهرب؟ لا بدنا نروح هون. يوسف الخال، اليوم أنت في دمشق، ليش؟ أول شيء بعتبر حالي ببلد الثاني، كون أمي من دمشق، فبحس حالي كأني رحت على أرياف بيروت أكثر ما أني سافرت على بلد غريب. لا بحس حالي هون ببلدي أكيد الثاني، فبحس كمان واجب أني حتى فنياً عم بحكي واجب أنه إذا تقدم لي شيء بهذا البلد كون وفي لإله، لأنه خاصة بعرف كمان القاعدة الجماهيرية اللي بتتابع أعمالنا وبتحبنا، فحلو تبادليهم بالمثل خاصة بهال
بهالوضع الدقيق اللي صار له فترة بسوريا. متوقع الجمهور اللبناني يتابع خاتون؟ بتخيل ممكن ايه يتابع خاتون، لانه بحب الشعب اللبناني هذا النمط من الدراما البيئة بيقولوا له، او هالحواري وهالحارات وهالاشياء، فمعودين عليها من زمان، خاصة بالانتاجات السورية اللي كانت تنعمل قريبة من هالنمط هذا. فبتخيل في سوق، يعني في جمهور بلبنان لهذا الموضوع، وكون كمان في ممثلين من لبنان مشاركين بهذا العمل، فكمان هذا بزيد من اهتمام المشاهد اللبناني. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. شاهدنا بالخمس سنوات الماضية أحداث غيرت العالم العربي كله، غيرت الدراما العربية أيضا، صار في إنتاجات مشتركة. شو رأيك بالإنتاجات المشتركة اللي صارت؟ ابدا ماني ضدها، بالعكس انا ويكبت من الاساس من ايام جذور نهضه الدراما العربيه المشتركه. انا بتخيل كنت مش من مؤسسينها، بل من المشاركين ببداياتها، ودائما بقول انه الجيد منا هو اللي لازم يستمر، لانه الانتقاء العشوائي للجنسيات بقلب عمل واحد بس فقط لانه لازم نحن نكون من راضي كل البلدان، هذا شيء ايام بيلعب دور سلبي لانه بتصير خبيصه. الدراما السوريه هي دراما عربيه بتتوجه لكل العالم العربي، لهيك اخترت تكون فيها. ما في شك هالانتشار الاوسع اللي هو طموح كل ممثل انه يفرجي موهبته لعدد اكبر من الناس بكل عمل بيعمله. انا كريم رئيس المخفر، عينوني من الحكميه الفرنسويه حتى احمي حارتكم. ملاحظ انه في حشد للنجوم بعمل خاتون، هذا يكفي لانجاح العمل ام يزيد على النجاح فقط؟ يعني انا بقول لك بيزيد على نجاح العمل، لانه العمل الدرامي بشكل عام هو بيعتمد يعني بشكل اساسي على النص، بيعتمد على المخرج وبيعتمد على اللوكيشنات، بيعتمد على التفاصيل، بالاضافه بيعتمد على النجوم. يعني انت هلا اي عمل بتسالي مين فيه ممثلين، الانتاج الضخم اللي بيكون للاعمال صار مو بس بالكومبارس، حقيقه صار على مستوى الصوره واللوكيشنات. الاعمال العربيه المشتركه اللي نحن عم نشوفها هلا واللي الناس كثير عم تحبها، يمكن يلي الاب بيكون مصري والابن لبناني والاخ سوري، فصار شيء بيعتمد على جماليات اللوكيشن، جماليات البيت والسيارات والفخفخة باللبس وإلى آخره. هذا العمل تماما نفس الشيء، بس صار بيعتمد على المجاميع. شو يا عكاش؟ شايفك فايت على الحارة وعم تطقطق إرصاص، شو القصة؟ إيه والله، لأني جاي أحرق الحارة باللي فيها، جاي أهد الحارة على روسكم. معتصم، اليوم نحن بموقع تصوير مسلسل خاتون، هو مسلسل بيتناول حقبات تاريخية، الشباب اليوم بحاجة لأنه أنتم تمثلوه بأعمال تاريخية، أم بحاجة أنه أنتم تكونوا متواجدين بأعمال معاصرة بتحكي عن همومه وتطلعاته؟ يعني هو بالنهاية الفن واحد، إن كان مودرن أو إن كان أعمال فانتازيا شامية. بالنسبة لمسلسل خاتون، عمل خاتون، هو فانتازيا شامية. هلأ يمكن هي ما بدي يعني بالغ وأقول لك يمكن هي بتمثل، أو خليني أقول لك بتمثل طموحات الشباب أو كذا، لا، لأنه هو بيندرج تحت حتوتة بزمن معين، بتنتمي لحارة معينة لأشخاص معينين. يعني ما بعتقد بالأعمال الشامية نوعا ما بيتمثل طلب الشباب أو طموح الشباب بهي الأعمال، كونها هي هيك حتوتة، الهدف منها الترفيه، الهدف منها يعني التسلية نوعا ما. يا زيبق ما عم بفهمك، وبتقلي مالك مرتاح؟ هيك أحسن خليل، هيك أحسن، بيضل بيناتنا وبتضل عيني عليه. بدي أتأكد من كم قصة، مشان هيك بدي أكون تفكر عيونكم 10 على 10. العمل التاريخي مثل عمل خاتون ممكن يمد بصلة للواقع اليوم السوري؟ عم نحاول يعني نوعا ما انه تكون هي الاحداث وهي الحتوتات وهي القصص اللي عم تصير هيك تكون يعني في لها اسقاطات على الواقع اللي عم نعيشه حاليا. عم نحاول كل واحد حسب موقعه، انا كممثل عم حاول نوعا ما انه يعني ها الرسالة تكون واضحة شوي، نكون متبنيين اللي عم نحكي لحتى يوصل لعقول الجماهير، ويكون هيك في فائدة منه ان شاء الله. مسلسلات البيئة الشامية تقدم للمشاهد السوري أم للمشاهد العربي يلي بيرغب إنه يشوف سوريا مثل ما تقدم بهذه المسلسلات؟ لا، حقيقة هو أكثر شيء للمشاهد العربي،
يعني اكثر من المشاهد السوري، يعني المشاهد اللي بده يشوف سوريا، يلي بده يشوف يعني باب الحاره، يلي بده يشوف حصنهم شامي، تماما بده يشوف العادات الشاميه اللي هو تعلق فيها وحبها من 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 هذا النوع. وهذا الحكي نبلش من مسلسل صح النوم اذا بدك، من اعمال دوريب لحام. هذا هذا الجو الناس حبته، هي التفاصيل الناس حبتها. حقيقه انا بحبه، يعني انا اكيد ما في اشتغل شغله انا ما بحبه. حلو هذا النوع، بس مثل ما قلت لك حلو بتفاصيله، حلو باجواءه، لكن اذا بتفوت في انه ينزرع بعقل المشاهد انه هيك الشام، فلا مو هيك الشام قطعا. في مقاربة تاريخية بخاتون بترتبط إلى حد ما بالواقع اللي عم نعيشه اليوم بسوريا؟ إلى حد ما، إلى حد ما شيء له علاقة بالدفاع عن الشام ومحبة الشام ومحبة سوريا تجاه المحتل اللي نحن هلأ عم نعيشه حقيقة، يعني بدون ما نحس نحن يعني في عنا هذا، في عنا الغريب داس بلدنا. جوهر العمل بيحكي عن حقبة تاريخية، بس بقلبه في إسقاط سياسي نحن اليوم عم نعيشه بالعالم العربي. كل دراما بتعكس فيها ظالم والمظلوم، لو شو ما كان حقبتها التاريخية بتخيل بينعمل لها إسقاط على الواقع دائما، لأنه إثبات على ذلك اللي نحن عم نعيشه بأوطاننا العربية هو عم يتكرر كل 100 سنة وكل 50 سنة للأسف. فنانة سورية عايشة بالأزمة، شو دورك؟ أنا فعلا من تاني سنة بالأزمة، ما عاد قدرت أسمع شو فصلت نهائيا، صرت عايشة بفضاء تاني بعيد عن شيء اسمه أزمة بسوريا. ما بدي ماني حابة استوعب أو آمن بأنه هذا الشيء عم يصير ببلد هي بذاكرتي حلوة كتير. يعني سوريا هي بذاكرت الجميع بلد يعني جميلة، فبدي ضل شايفتها جميلة، فما بدي أشوف شيء، فما بعرف، ما بعرف لا أحكي بلغة السياسة ولا بعرف أحكي بلغة المحللين ولا بعرف شو عم بيصير. واجبكم كفنانين تكونوا يعني تكوني رسولة للسلام، للفن وللشيء الحلو للشعب السوري والناس اللي عم يحضروا بالعالم العربي كله. عم تقومي بواجبك وتحسي حالك مرتاحة عم تعملي هذا الشيء؟ أكيد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والأهم تكون غير مباشرة، لأنه أي حدا مننا مطالب قبل ما يكون فنان كمواطن سوري يقدم شيء لهي البلد، ولو يعني كان معنوي أو روحاني أو مادي أو أي شيء، يكون أول شيء هو مآمن فيه ليقدر يوصله صح. بتخيل أنه إن شاء الله أكون عم بواجبي صح. عم تعملي واجبك، أنا بقول لك كمشاهدة ومتابعة إن شاء الله يا رب. شكرا لك كندا. شكرا لك، شكرا، بنعرف إنك مستعجلة. وين بتشوف الدراما السورية بعد كذا سنة؟ بالمقدمة دائما. ليش؟ يعني شوي هيك خليني اقول لك، ما بدي اكون متطرف اتجاه الدراما، درامة بلدي بس، ولكن هيك بحس بشوية يعني حزن اتجاه هالخمس سنين اللي صاروا والوضع اللي قالت اليه الدراما السورية. ان شاء الله استوعبنا، يعني اكلنا الضرب واستوعبنا، وان شاء الله لقدام يعني نكون قد المسؤولية، وان شاء الله ننهض فيها اكثر واكثر مثل ما كانت قبل ولا احسن ان شاء الله. هاي صدري قدامك عطهد، خود بتارة ازاي بقى تصاوب من الفرنساوي عقيل؟ انا غسلت دارنا وتار العيله كلها يا ابي كريم. بنت انا عريس الشام، اولاد تخير رب الشام. الموسيقى التصويرية جزء أساسي من صناعة الصورة، هذا ما كلمنا عنه الموسيقي طاهر مملي. مشاهد وشحار يطليكي. الموسيقى التصويرية جزء أساسي من أي عمل درامي، بتساعد بسرد القصة بطريقة مختلفة وبتعطيها أبعاد عميقة وجديدة أكثر. يعني إذا كان هيك وظيفتها، لأنه وظيفة الموسيقى متعددة الحقيقة. الموسيقى التصويرية أحيانا بتكون لرفع المشهد، يعني المشهد بيكون ضعيف تمثيليا تيجي الموسيقى بترفعه، أحيانا بيكون مشهد كتير قوي تيجي الموسيقى بتصعد أكثر، أحيانا بتكون بأسوأ أحوالها بتكون هي تزيينية، يعني باك جراوند لا بلا معنى الحقيقة.
وهي أنا ما بحبها أبداً بتوظيف الموسيقى. هلأ الأهم أنا بالنسبة لي وبرأيي الموسيقى التصويرية لما تكون عم تقول حوار ولو كان مختلف عن السيناريو اللي عم نشوفه من خلال المشاهد ومن خلال الممثل حتى، أنه أنا عم أقول المشهد قد يكون حزين الموسيقى عم تعطيني فرح، فهي إلى دلالة تانية. هذا بيكون في المخرج مع الموسيقي متفقين ومتآمرين على المشاهد لحتى ياخذوه لغير محل كتهيئة نفسية. أنت بتعتمدها بعملك؟ إذا تآمر معي المخرج بعتمدها. كيف ترى الموسيقى التصويرية في الدراما العربية عموماً في الدراما السورية خصوصاً؟ الموسيقى التصويرية والشارات الموسيقية عموماً صار فيه اهتمام كتير أكبر. من ناحية الشارات صرنا نشوف النجوم عم بتسابقوا ليغنوا الشارات من ناحية، من ناحية تانية صار في اهتمام للكواليتي وللموسيقيين الناس اللي عم تشتغل بالوطن العربي بشكل عام وبسوريا بشكل خاص، لأنه الموسيقى التصويرية والقالب الفني اللي بتقدمه ما أنه تجاري. أنت بتعملي موسيقى تصويرية ما أنه مضطرة أبداً لتسوقيها، ما مضطرة أنه هو ما أنه عمل تجاري، التسويق تبعه بيتم من خلال المسلسل نفسه، وبالتالي إذا نجح المسلسل العالم تسمع الميوزك وبقيت العناصر الفنية مو بس الموسيقى. كم يستغرق إنتاج عمل موسيقي ل 30 حلقة تلفزيونية؟ هلأ 30 حلقة تلفزيونية هي في موسيقى كتير عم تتكرر، يعني نحن عمليا فيك تقولي ألبوم. هو ما ننسى أنه العمل هو قد يكون درامي، قد يكون درامي تاريخي، كوميدي، اجتماعي. نوع العمل بيفرض نوع الموسيقى وأسلوبيتها من ناحية، ضخامة العمل إذا كان بيك برودكشن بيكون طبعا في إنتاج أكبر، وبنفس الوقت في عنا المادة الموسيقية إذا كان نحن عنا كتير خطوط متنوعة. مثلا مثل بقع الضوء منلاحظ أنه في حزن وفي فرح وفي تاريخي وفي مودرن وفي ما في لون يمكن بالدراما مع شمله بهالمسلسل هذا، وبالتالي أنت محتاجة لكم كبير من الموسيقى. هلأ بشكل عام بدي أقول in general بدي أقول أنه كل مسلسل بمثابة أنت عم تعملي ألبوم بما فيه الشارة الموسيقية والموسيقى الداخلية. حابب أعطيك مثال من أول عمل اشتغلته هو المسلسل الثريا، كان فيه شخصية صامتة ما بتحكي ولا كلمة اللي هو الأستاذ عبد المنعم عميري، دوره ما عنده كلام ما عنده حوار أبدا، فأنا استفزني هذا الدور لدرجة أنه قلت الموسيقى هي الحوار، وأخذت من هاي الشخصية وبنيت عليها كل العمل، وبالتالي هو كيو يعني الواحد بس لقى اللون. وأنا برأيي بالفن بشكل عام وبالموسيقى بشكل خاص بس واحد لقى الفكرة بيقدر بعدين بيبني عليها بقية الأفكار، المهم لاقي الكيو. أنا بلاقيه أحياناً من شخصيات العمل، أوقات من فكرة العمل، أوقات من الجو كله يعني. حدثنا عن موسيقى أحمر. موسيقى أحمر بدي استفاد وانتهز الفرصة من برنامجكم ومن بركم لحتى أقول إنه في عنا شيء جديد بدي الناس اللي حتتابعنا تتحملنا، لأنه الشيء المقدمينه كتير صعب. اليوم الإيزي ليسنينج فوراً العالم تستسيغه، الصعب بده وقت تتعب معنا لتحبه، وبعدين إذا حبته أنا على ثقة إنه راح تحترمه، لأنه أنا بحترم فيه كتير الذائقة. الشعر كتير صعب للقامة الكبيرة نزيهة أبو عفاش اللي عمل كل شيء إمضاق ومعاذ الله، وبتصور راهن عليهم والعالم حبتهم. هلأ عم راهن على شيء جديد من كلمات ساحرة للحقيقة لتلك القامة الكبيرة اللي أنا بوجه له كمان تحية من خلال برنامج مترو. المعالجة الموسيقية كتير فيها نوع من الصعوبة، لأنه الوضع ما عاد سهل ومربوط بالكلمات ومربوط بالعمل. العمل شائك، الكلمات شائكة، الموسيقى شائكة، ولكن الرهان أنه حتكون مفاجأة سارة إن شاء الله، ورح يحبوها العالم بس يتحملونا شوي.
مستمرون معكم في حلقتنا الخاصة بدراما رمضان، وسألنا الناس عن رأيهم بهذه المسلسلات وهل فعلا تعكس الواقع، فكانت الإجابة مسلسلاتنا تعتمد على الواقع ولو بتجمل وبتحاول تجمله أكثر. بالدول العربية كلها بيحطوا الدراما السورية لأن فعلا شغلة كبيرة. كنت أحضر من زمان بس هلأ حاليا ما بحضر. كبلدنا يعني هلأ عم نعاني من شغلات ما عم تحكيها المسلسلات، يعني عم تحكي شيء خارج نطاقنا نحن، يعني كشعب شو بيعاني ما عم تحكي. الواقع الحقيقي أحلى من الدراما السورية لسه، يعني هذا الشيء بياخذوا جزء من الواقع السوري مو كله. يعني في لقطات يعني ما لازم تنحط بالمسلسلات اللي بتنعرض برمضان، لقطات ساخنه يعني. اسلوبنا بالحياه كل شيء بالواقع الشامي كله عم تحاول الدراما السوريه. اغلب الاوقات بتمثل الواقع السوري خصوصا اللي بيكون انتاجها محلي وطني، بحكي عن التفاصيل عن الاوجاع الناس عن كل المشاكل اللي مرقت والازمه اللي بالبلد. صار يفرجوكي انه البيئه الشاميه بس انه حاضر ابن عمي وحاضر كذا وهيك، ما عم يعطي الوحي للبيئه الشاميه الاصلي. يمكن تمثل الواقع بهالازمه هلا بعد مرور 5 سنين يتفكروا يعني اللي بينتجوا دراما انه يحكوا شوي عن الازمه، بس اكيد ما راح تكون تمثلها 100%. ممكن احيانا عوامل سياسيه ما بخلوني يدخلوا يجسدوا بالمضمون الداخلي. ايه بتلامس انه حياة المواطن الوضع اللي عايشين فيه كل تفاصيله. في مسلسلات عم تاخد الطابع التجاري، يعني ما بتناسب الشهر اللي نحن عايشينه. الممثل ماله ممثل خارجي، هو اساسا مواطن عربي سوري من اصل الشعب السوري، فهو عم يجسد لما عم يجسد شخصية بالدراما السورية عم يجسد المواطن السوري بكل اطيافه. في شغلات كتير زيادة غلط وبتعطي صورة ما أنا مزبوطة عن بلدنا. أغلب المسلسلات بتلاقيها عم تمثل صح، يعني إنه هذا اللي عم يصير، بس تلاقي فيه شوية مبالغة. هلا أكيد مسلسل تاريخي ما بيغريني لأنه ما بقي عندنا تاريخ، حتى تاريخنا تاريخ صار مزيف. حاول يسحب البساط من تحت الدراما السورية بس ما رح يقدروا. في حلقتنا الخاصة بالدراما السورية من العاصمة دمشق ننتقل إلى المحطة التالية. نحن موجودين اليوم بدمشق بحارة التيامنة لنواكب تصوير مسلسل بقعة ضوء بجزءه الـ 12. هنا الشاريو هذا بالبسكليت يعيدك هلا. هو بقعة ضوء بشكل عام كله مميز كمشروع كونه استمر 12 سنة، يعني المميز هو الجهد اللي عم نحاول نعمله، والتميز ما بيبين بهي اللحظة، بيبين بعد العرض إن شاء الله عند الجمهور يكون في تميز. حاولنا نحن والفنانين والكتاب والشركة إنه نعمل شيء جديد مختلف يعني عن الأشياء الماضية. اليوم أنت مخرج جزء 12 من بقعة ضوء وفي كتير كتاب وأنت المخرج الوحيد على العملية الإخراجية، شو بيفرض عليك هذا الموضوع؟ يعني التعامل مع كل نص بطريقة معينة أم في روحية واحدة؟ هو المشروع الروحية الواحدة هي المشروع، بينما كل لوحة لها خصوصيتها بجوة وبطقوسها وبطريقة طرح المشكلة فيها وطريقة السبوت لايت اللي فيها يعني تماما. يعني في لوحات بتكون طبيعية اجتماعية، في لوحات تكون سياسية، في لوحات تكون كوميدية، في لوحات تكون إنسانية، فهذا اللي بيفرض علينا نحن. كل كاتب له روحه وكل كاتب له جوه الخاص، نحن بنحاول بالتصوير نميز الأجواء عن بعضها ضمن نفس الهوية العامة للمشروع اللي هي سبوت لايت. تفضلوا 4 3 2 ليش ليش شو دخلني عمو؟ ما بيصير على فكره بدك تكب زباله بدك تكبها بقلب الحاويه. لو حل بنشتغلها عاده بيشتغلوها الدراميين يعني بالوطن العربي مسلسل، فكانت الفكرة إنه نحن نكثف الدراما يعني نبلش نضغط شيء بيشبه يعني العصر، شيء بيشبه الموبايل، شيء بيشبه اليوتيوب، شيء بيشبه الفيسبوك، ف
فكان عندنا هدف كمان انه نحن نساوي شو تلفزيوني. وبقى الضوء هو كان مشروع يعني فكرتك؟ اجى بوقت فكرتي انه نحن كان بالدراما السوريه والعربيه كان في فكره البطل الاوحد. صح. فنحن حبينا نطلع من هذا الشيء ونبين انه هذا الفن عمل جماعي، يعني ما لازم يعتمد على بطل واحد. هذا الطير الفري طير ابن حرام، يعني ما بيلعب عليه بنوب بنوب من لمحة بيطير. إذا بتعمل شت ما بتلاقي غير رفرف 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 وطار. وفاء مصلي، أنت من القدام ببقعة ضوء، بكل تجربة في مخرج وفي كاتب، أو بكل لوحة في كاتب، روحية موجودة؟ تماماً. هلأ كل مخرج وكل كاتب بيتناول الموضوع من وجهة نظره الشخصية، وحتى بضيف لك كمان حتى مدير الإنتاج فيه له أهمية. يعني مدير الإنتاج هو اللي بينتقي الأماكن والمناطق اللي ممكن نصور فيها، فكل كاست بيجي معه روحية جديدة. هلأ بتحافظ على تسليط الضوء على موضوع معين أو مشكلة معينة، بس بنفس الوقت الشكل بيختلف، النسيج المعالجة بتختلف من شخص لآخر. وهذا اللي بخليني إنه أنا لو اشتركت بتسعة أو عشر أجزاء بضل مستمتعة قبل ما يستمتع المشاهد، لأنه دائماً عم بتنقل من مكان لمكان، من موضوع لموضوع، من رؤية لرؤية. لأنه نفس الموضوع إذا تناوله مخرجين كل واحد له رؤية، وتعامل مع الممثل كمان يختلف من مخرج لآخر. يعني هو امتحان، بقعة ضوء كمان امتحان للممثل، لأنه هو بيختبر من خلال أدواته الإبداعية. من لوحة للوحة أحياناً نشتغل لوحتين بنفس اليوم، أحياناً من أجل كمالة لوحة لبعد كم يوم، فلازم يكون سرعة البديهة حاضرة، تركيز الانتباه حاضر. فمن مخرج لمخرج بتحسي إنه دائماً في شيء من داخلك عم يتحفز، وفي شيء إنك تطالعي أكثر وأكثر. شو ردة فعل الجمهور؟ وشو بتتوقع تكون ردة فعله هاي السنة؟ هالسنة يعني كان في شيء، ودائماً كان في كوميديا سوداء وكوميديا، في شيء يعني طرافه، في شيء من المفارقات اللي بتصير، فبتحدث شيء من الابتسامة، ونحن كتير بحاجة للابتسامة. إننا نتعرض للغزو السري يا ولدي، أنقذنا. ماذا تقول؟ إني لا أسمعك جيدا، إن الإرسال هنا ضعيف، انتظرني لحظة. بداية الأستاذ ليس حجر اللي أسس المشروع بأول جزئين، يعني نهاية أنا عم بساوي جزء 12 مروراً بمجموعة كبيرة من الأسماء اللي ما بنذكرها كلياتها. هلأ كل واحد كان له صبغة، يعني هيك لون خاص على المشروع، بس المشروع هو بشكل عام مشروع جماهيري، مشروع ممثل سوري مو مشروع المخرج. يعني إحنا مخرجين عنا واجب إنه بأمانة ننقل هالمشروع للمشاهد اللي بيحبوه، هو مشروع المشاهد والممثل السوري أنا برأيي الشخصي. هذا الكلام هلكتنا بألمانيا، وكيف عايش بألمانيا؟ وبدك تقول ممتازة. صناعة الكوميديا هي من أصعب الصناعات، يعني مع ذلك بقعة ضوء حقق انتشار ونجاح ويعني مستمر. شو السر فيه لبقعة ضوء؟ لا، السر ببقعة ضوء في عدة أسباب. أول شيء سرعته، ثاني شيء أنت فيك تتابعي من الحلقة الخامسة أو من السابعة أو من الإداعش أو من 12، يعني هو عمل منفصل متصل. والسبب الثالث الأهم هو ما في، مثل ما قلت لك، ما في بطل واحد، يعني هو متنوع، فيك بيرضيك، يعني بيرضي المتفرج بحيث أنه بيطلعوا كل نجومه بقلب هذا العمل. فهي الكوميديا ما بتخلص والسخرية ما بتخلص. يعني الواقع اليوم هو من يؤلف المفارقة الكوميدية؟ كل الأيام هو بيولد المفارقة يعني، بس في خصوصية للواقع اليوم، يعني الأزمات في خصوصية، بس بعد 5 سنين بتروح الخصوصية، يعني بصفي الموضوع روتيني. يعني أنت إذا بتلاحظي الحرب مثلا، بعد الحرب اللبنانية على فكرة صار الحياة طبيعية ضمن الحرب اللي موجودة، ونحن بعد 5 سنين صفت الأمور طبيعية عنا، بغض النظر أنه يعني عم يصير موت وقتل وكذا، بس الأمور طبيعية بتصفي، يعني ضمن خلص هذا صار هذا الأتموسفير العام. يعني يا لطيف يا لطيف، شو هالصوت هاد؟ عود عود، شو بدك بالعالم يا أخي؟ عود ضربي مرة ثانية قوية، عم مهد لها أنا. أربعة ثلاثة يلا مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا، كيفك؟ تمام يعطيك العافية. الحمد لله. أهلا وسهلا بقناة ميادين. شكرا، شرفتونا. أنا عرفت أنه أنتم موجودين هون عنا. شكرا. هلا نازله على مشهدك عم تتحضري، ما هيك؟ اكيد. خبرينا شو مميز السنه ببقعة ضوء؟
طبعا بقعدة هي معروف بانه كل حلقه بتحكي قصه شكل، بس هي السنه المميز فيها بانه نحن بتعرفي انه نحن طبعا بحرب حقيقيه، ففي لوحات منا انه عم تحكي عن هذا الموضوع، وفي لوحات ما لها علاقه طبعا نهائيا لانه هي بقضوا هي مجرد دعابه مثل ما بيقولوا، ضحكه، الناس تستمتع بكل لوحه نحن ممكن نقدمها. اخر عدد وصمت وانفرد. انا اقترح ان نسبيح او نقطعه الى سبع قطع ونضع كل قطعه في مكان يكون عبره. طول بالك يا شو سبع قطع وشو عبره اخرس يا زنديق. طول بالك انا مواطن بمشي الحيط الحيط يا ربي الستر. رايك بالانتاجات المشتركه عربيا اليوم؟ حلوه سياحيا، حلوه يعني سياحيا فنيا حلوة. فنيا ما الكل اللي بيصلوا لحاله فنيه جيده، يعني اغلب الاحيان بتكون الاعمال اما هي بدها تبين يعني اماكن الاوتيلات اللي موجوده بدبي او كذا، او الاماكن الهاي لايف في بيروت. يعني نحن هلا بنشوف الاعمال المشتركه دائما عم نشوف على فكره المجتمعات الكلاس، يعني النيفوريش ما عم نشوف المجتمع على حقيقته. يعني نحن بنروح بنسافر يعني بنشوف ان كان بدبي ولا ان كان بالامارات ولا ان كان بلبنان، بنشوف في واقع أليم يعني. بس اللي بيصير معنا انه نحن وقت بنشوفهم على التلفزيون بنشوفهم مثل الاعمال التركيه، فيلات ويخوته وكذا، ما بحس انه هاي المسلسلات عم تحسن تصل لمشاكل المجتمع الحقيقيه. كيف ما كنت رنا اشتركتي باكثر من جزء ببقعة الضوء، كل تجربه شو قدمت لك؟ كل مخرج وكل كاتب يعني ما في مخرج بيشبه الثاني، وهذا اللي بيثبتوا النتائج اللي عم تكون خلال الأجزاء اللي عم تنعرض. يعني في شيء له علاقة باختلاف الروح بالبل، إنه يفتح خيالك أو لا، يساعدك يقبل اقتراحات أو لا، يكون هو عنده شيء جاهز يوثق فيكي أو لا. وهي أنا بالنسبة إلي هي العنصر الأهم. خلي يعني اليوم لو نعفي مهزوط بدنا ننام احنا في يعني والله قلبي قاعد حيوقف من الخوف، خفت تعصب او تغلط مع حدا من هدول اللي فوق يوم الريلاكسيشن تقوم ما ترجع على البيت. الازمه السوريه اليوم تقدم بالدراما وتقدم ايضا بالكوميديا، المشاهد وانت اشتغلتي الاثنين، اي بيحب يشوف اكثر؟ بيحب وبحاجه تشوف الاثنين. بالسينما هلا ما فينا نقارنهم ابدا، السينما هي عباره عن وثائق بتضل لعبر التاريخ. فاللي حابب لما بدك تروحي تشوفي فيلم بيكون معروف انت شو جواته، فهذا خيارك تحضريه او لا. لما بدك تحضري تي في انت وقاعده ببيتك، فانا من الناس يلي فعلا كلنا تعبنا من كل شيء، لما بدنا نعمل هذا البريك اللي يعتبر احد الاساليب الترفيهيه اللي صارت كثير محدوده عنا، بفضل شوف شيء يريح لي راسي. يعني بفضل اني اتجه شوي للكوميديا، بس الاثنين هني ضرورة وما بنقدر نتخلى عنهم اثنيناتهم ابدا. بقعة ضوء بيريح الراس؟ بيريح الراس وبفش الخلق وبيعمل بسمة على وجع، هو انا بعتبره مثل تنفيسة إلنا كلياتنا. يعني احنا ممكن نحكي شغلات بالحياة ما بنقدر انه نقولها، بالدراما بتزبط. عمين عادولي انه عمين عادولك، انا انبسطت كثير معكم، شكرا. نحن اكثر فيكم. ميرسي. كمان جست دو ات كمان يلا ذا واي ذات يو وونت ذا واي يو بيلونج. ريم نصر الدين، هي تجربتك الاولى ببقعة الضوء، خبرينا شوي عن التجربه. اول شيء هي اول مره بعمل كوميديا يعني، او هيك ومبت كوميديا يعني، ما أنا كم يعني، بس إنه هيك قربت شوي باعتبار بعدني جديدة يعني. تاني شيء هو جو بقعة الضوء مختلف عن كل الأعمال يعني، أول شيء الروح اللي بيشتغلوا فيها، شكل العمل، إيقاعه، يعني من الألف للياء كل شيء مختلف، فهي التجربة أكيد مهمة لحتى أنت تكوني حاضرة أكثر، إنك سريعة موجودة يعني. الدراما العربية بتلبي تطلعاتنا كشباب عربي اليوم؟ عمليا فكره انه قد ايه بتلبي التطلعات او ما بتلبيها، هي بترجع للعمل نوعه، مين المخرج، مين الكاتب، مين كل هذا الكيب. بس بشكل عام بالعالم العربي انت شو شايفه؟ انا بشوف لا، ان شاء الله يكون إيه لك قريب. ان شاء الله يكون إيه. شكرا شكرا لك. شكرا لك ولك الراح. هاي الحيوانه قد تمرق الا على جثته. ليش
طلعي فيها طلعي فيها. هذه الشطة عم تذكرك بشيء؟ ما تقولي بكل وقاحة هاي الحيواني والكرة سرقت لي خطيبي من سنتين عم تتذكري. طيب 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 سوزان طيب. بقعة ضوء هو محلي بحت سوري محلي، طلعتوا شوي على العالم العربي بهذا الجزء؟ شوفي لقلك هو المشروع ماله محلي، بأجزائه الأولى كان مشروع عربي وكان يشاهد بكل الوطن العربي، بكل أسف في آخر 4-5 سنين شوي هيك صارت محليته بسبب الأزمة فبعد شوي عن الوطن العربي، نحن بنطمح السنة إنه يرجع عربي مثل ما كان سابقا لأنه فعلا كان كل المشاهدين العرب ينطروا لبقعة الضوء بأجزائه الأولى، إن شاء الله بهذا الجزء يرجعوا المشاهدين العرب ينطروا مثل ما كان قبل، حاولنا نبعد شوي عن الأزمة مو بكل اللوحات طبعا ما فيك تتجاهليها كليا كونها موجوده يعني وازمه الكهرباء وازمه الماء وازمه التاخير والحواجز وما شابه ذلك يعني مجموعه لا باس فيها يعني اكثر من ثلث العمل يعني ما بيحكي عن الازمه ابدا يعني بيحكي عن قضايا عاديه اللي هو مثل بقعة ضوء سابقا اللي قبل ما تجي الازمه ما كان في يعني كان في بقعة ضوء ما كان في ازمه وكان المشروع مشاهد وحابينه العالم بيحبوا النقد اللي فيه هذا الممثلين الموجودين فيه يعني والحقيقة وبرجع بركز لك على قصة الممثلين هذا مشروع ممثل سوري حقيقي كل سنة بيشارك فيه أكثر من 150 ممثل بيضطر الممثل يعمل 15 كاركتر 15 شخصية يعملها فيعني أساس المشروع أنا برأيي سبوتلايت هو الممثل أكثر من أي شيء ثاني. خلي المكان ذهبوا كل الممثلين إلى أماكن تصوير أخرى شهدنا هون لوحة من لوحات بقعة ضوء وصلنا إلى المحطة التالية من مترو سوريا من المسلسلات التي زرناها أيضاً مسلسل أحمر إخراج جود سعيد وبطولة سلافة وخرجي وعباس النوري وباقة كبيرة من الممثلين نشاهد أنا أول شيء سعيد لوجودي بالميادين وسعيد لوجودي معك أنت وش حلو كتير على الميادين بتمنى لك الخير هلأ هي يعني عم تسبح الدراما العربية في إذا بدك يعني على شاطئ الثقافة بشكل من الأشكال وبتدخل أحيانا في عمق المجتمع بالحكاية الظريفة والفولكلورية على طريقة باب الحارة أو غير باب الحارة من الأعمال الشعبية اللذيذة بتبقى عم تحاكي المزاج العام الشعبي يعني. أنا القاضي خالد العبدالله بس مشان أرجع أبدأ عيش الحرية من أولها كتبت ورقة نعوتي بإيدي دراما حكاية الحكاية الصادقة هلأ هون المعيار التلفزيون الناس ببساطة بدون ما يكونوا بحاجة لثقافة ممكن يشوفوا أي عمل درامي مصروف عليه مليارات ممكن ببساطة ما يستمزجوه فبيقلب عنه وببساطة عدم الاستمزاج هذا هو أنه حسوا أنه ما بيشبههم فما بيصدقوه فكيف إذا ما عكس الواقع حيروحوا عنه على طول وصير قيمة كل العمل بالريموت أبداً لا جود سعيد مخرج من خلفية سينمائية اليوم تعمل في الدراما التلفزيونية يعتبر تنازل؟ قصة تنازل بالمعنى الفني أكيد بس أنا تنازل الأبلان فيه كونه عم بعمله السبب الرئيسي مزيج بين بين أسباب مادية وأسباب هاي نقول علاقة بين قوسين بالجمهور وفي سبب آخر فني إنه انتح لي فرصة شرط إنتاجي بسوريا اليوم كتير مقبول يعني كتير جيد لما نتو شركة الإنتاج وفي نص لطيف فممكن يطلع الناس بطريقة مختلفة بس تسأليني هل هو مشروع فني بالنسبة لي؟ قطعاً لا أساساً السينما تدافع عن حالها ما بدها جود سعيد يدافع عنها نهائياً وهي ما بأي يعني بأي مكان على سطح كوكب الأرض ما بتنحط بمقارنة مع مادة وبس على التلفزيون ما حدا بيحطها بهي المقارنة يعني المقارنة غير موجودة أصلاً يعني ولا تبحث التلفزيون يقدم ديفيرتيسمون دراما مصورة يعني هي بكل بساطة الدراما بشكل عام إلى وقع على المشاهد وبتوصل رسائل عديدة لكن بنقدر نقول نحن بهالأزمة اللي عم تمر فيها بلدنا الحبيب سوريا هلأ بهالفترة بحاجة المشاهد ليشوف دراما في شيء بتسلط الضوء
على جوانب كانت خافية على المشاهد بيسلط الضوء عليها وبيوضحها أكثر. يمكن المشاهد هلأ أحوج من السابق إنه يشوف دراما قريبة من روحه أكثر، بعيداً عن الدماء، بعيداً عن القتال. ابنك طلع واحد فاشل وأنا كبرت 100 سنة لقدام. مثل ما السياسة أكلت الناس، الناس أكلت الخضرة كلها، أكلت الشجر، أكلت العشب، لك شربت مية الشام كلها. أحمر يتحدث عن الفساد في المجتمع السوري؟ عن بعض من جوانبه يتهم القضاء بالفساد. هلا هو هذا الموضوع ما له علاقة بالقضاء بحد ذاته، وكأنه إحنا إذا رحنا على القضاء وقضينا على الفساد بالقضاء وانتهى يعني الأمور صارت بخير، لا إطلاقا. بدي صير قوي، بدي أحمي حالي، بدي أعيش بكرامة، ما بدي أكون بحاجة حدا، بدي صير قوي وبالقانون. تتدخل بالنص مثل ما بتتدخل؟ ايه طبعا بتدخل، بتدخل. انا ما بقدر انجز مكتوب لا يمسني، يعني بالاماكن اللي صار خلاف شديد مع الكتاب على عدم او التدخل فيها انجزتها كوظيفه. نص احمر دار ظهره للازمه السوريه او في ازمه سوريه بمضمونه برموز معينه غير واضحه بشكل مباشر؟ لا، احمر بعيد عن خليني أقول الأزمة كفاعل في حياة الشخصيات. أحمر هو حكاية تدور في مدينة دمشق اللي بقيت إلى حد ما، إلى حد كبير يعني في منأى عن في اليومي تبعها المعاش، في منأى عن حالة الحرب، معنى أزمة هي حرب. فأحمر تدور أحداثه بين مكاتب المحامين والأمن الجنائي ودواخل البيوت ودواخل النفوس وقصص الحب. ففي ناس قدرت تعيش 3 شهور وهي نسيان الأزمة، فهدول عم يحكي عنهم أحمر. موتي غالي علي كتير بغلى الزيبة الأحمر. هلأ في مشكلة بأحمر، أنا هذا اللي جذبني أشتغل بهذا المسلسل، أنه طبيعة الكتابة فيها شيء مختلف وجديد، بمعنى أنه في تناول لشخصية المثقف. المثقف بأحمر عندما يصبح المثقف انتهازي يكون قدرته يعني بالدفاع عن منطقه فظيعة وهائلة ومريعة وخطرة. فإحنا قديش بحاجة لكل وزارات الثقافة العربية تسكر أبوابها هي دكاكين فقدت بضاعتها لأنه ما لها علاقة بالواقع. وزارات الثقافة أنا أدعوها لأن تكون وزارات حربية بهذا الزمن وليس وزارات ثقافة. الثقافة فقدت يعني فعاليتها. الثقافة لا تشبه الواقع، الثقافة تشبه صالونات حلاقة للأنظمة هي وليس للشعب. عثر على جثة القاضي خالد عبد الله الذي يعمل في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. مدام أنا ما أدرى ظرفك، بس إذا ما كان عنا شجاعة نتغلب على حزننا لحتى نعرف مين سبب لنا إياه، الجرائم كلها بتضل بدون كشف. لن أدافع عن الأعمال السورية الدرامية، لكني متابعة. أنا بشوف أنه في أعمال جرأت تطرح قضايا الإعلام ما عم يسترجي أو يتجرأ يطرحها يعني، صحيح؟ يعني في صحفيين وفي كتاب وفي روائيين طرحوا هاي القضايا بعمق أكثر وببعد نظر أكثر وبدون مجاملة. عم بحكي يعني أنا بضرب أمثلة لأسماء هن لجأوا إلى الكتابة الدرامية لأسباب اقتصادية بحتة، وأشخاص آخرين لجأوا إلى الدراما لأسباب اقتصادية بحتة. هاي الدراما هل قدرت أن تكون هوية درامية سورية؟ لا، بدأت في نهاية التسعينات مع بداية العشرية الأولى من القرن الحالي بهوية سورية، بعدين وبوقاحة رح لك إياها شلحت ثيابها وحملت حالها راحت على غير محل. يعني صار المال بيحركها يمين أو يسار، هاي المادة تصنع بشروط مموليها، اللي بيفرض الهوية هو الممول. ليه ذكرت لك الدراما المصرية؟ الدراما المصرية حافظت على هوية مصرية، وبعض الأعمال السورية تحاول حتى هذه اللحظة أن تحافظ على هوية سورية. هلأ أنا بالنسبة لي جيت على هاي الدراما بلحظتين. اللحظة الأولى هي في لحظة أزمة في فراغ، هذا الفراغ بده حدا بمكان ما يعبي. اثنين، في كان رهان شخصي بالنسبة لي. في دائما اتهام بوسط الدراما انه يا جماعه السينما بطيئين ما بيلحقوا ما بيقدروا يعملوا ما 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 الى اخره. هي مزحه،
مزحة سميجة هذا الرأي، لأنه هو رأي مبني على عدم معرفة. تحولت لتحدي. فما يعني تحدي بسيط، ولكن نحن عم نخلص ضمن الأوقات المحددة. كان في شيء ممتع بهاي التجربة ما فيني أنكره، اللي هو العلاقة مع الممثلين. يعني بنية الدراما المصورة أنا بشوفها هي تعتمد على الحدوتة والممثل، بعدين بيجي دور المخرج. النسبة الكبيرة من المخرجين في عالمنا العربي وليس السوري فقط أصبحوا أصحاب مهنة مهنيين تكنسيان بيلعب صنعة، يعني أكثر منه صاحب مشروع. أنا حبيت واحد وتزوجت الثاني وسري مع الثالث. الدراما ممكن تبلسم جراح، ممكن توصل رسالة، وممكن تكون سلاح، ممكن تدافع بالكلمة بالفعل بمشهد معين. أنا هيك بتصور. أحمر اليوم كيف في يعالج ويكون سلاح؟ الدراما هي سلاح بحد ذاتها، لما بتسلطي الضوء على جانب اجتماعي أو جانب إنساني، هو هاد عم تدافعي عن الخير بوجه الشر، فهو هذا سلاح. يعني قديما فعلا كانت الدراما إلى وقع خاص عند المشاهدين، يوم اللي كان الفضائيات قليلة يعني محصورة ومحدودة، لكن هلأ مع توسع الفضائيات صار المشاهد عنده خيارات عديدة. بس مع هيك نرجع منقول المشاهد قادر على اختيار العمل اللي بيلاقي حاله فيه، بيلاقي همومه ومشاكله وآماله فيه، بيحكي عن واقعه، بيعالج مشاكله. هلأ الدراما لذلك عم أقول ما شرط نحكي عن الأزمة، ممكن نحكي عن أي شيء تاني هو بيمس المشاهد. وأنا مع فكرة أنه نبتعد عن موضوع الأزمة بالدراما حصراً، لأنه باكراً كتير باكراً نحكي عن الأزمة. الأزمة لبعد 10 سنوات يمكن 20 سنة لنقدر نرصد هالمرحلة. أنا ما ممكن كممثلة أني أبكي على عمل درامي مهما كان الممثل عنده أدواته اللي بكيني فيها، قد ما الأخبار مليئة بالدماء والقتال والشراسة. فوظيفة الدراما هلأ. معي ملفات بملايين الدولارات تستفيد لك ما فشل. هل مطلوب من الفنانين اليوم يكون عندهم موقف سياسي واضح؟ هاي مشكلة كبيرة كتير بسوريا. احنا عنا لقلك ليه، احنا باعتبار ما في عنا حياة سياسية اصلا في سوريا، الناس لجأت للشخصيات الاعتبارية وتحديدا للفنانين وصارت تبحث عن مواقفهم. احنا ما عنا احزاب تمثل الشارع وبالتالي الناس تلجأ لحتى تقول قولوا شو رأينا، يا الحزب الفلاني يقول شو رأي الشارع، او الحزب الفلاني يقول شو رأي الشارع. الناس بلجأوا للفنانين ليقولوا رأيهم، وفي فنانين قالوا رأي الشارع قام اكلوا قتل، وفن في فنانين ضبوا رأي الشارع بجيبتهم وقعدوا معه. الشارع خايف وحيضل خايف لحتى يجي الناس تحكي عنه بشكل حقيقي. والشارع ملك الفنان قبل ما يكون ملك السياسة. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا اليوم. رمضان كريم للجميع، على أمل الانطلاق في رحلة جديدة الأسبوع المقبل ومن عاصمة عربية أخرى، ودائما على متن مترو.